السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هتكلم عن اختبار الإيدز المنزلي، اسمه رابيد اتش اي في رابيد تيست أو اتش اي في هوم تيست. هذا الاختبار مفيد جدا جدا للناس اللي عايزة تطمن على نفسها وفي نفس الوقت تحيط نفسها بالخصوصية، يعني ما حدش يعرف لا تروح لمختبر ولا دكتور ولا غير، وخصوصا الناس اللي هم يعني من خلال تجربتي اللي بيتصلوا بي عن هذا التحليل كتير قوي، اللي هم اللي بيشتغلوا في دولة غير دولتهم، يعني الوافدين، لأنه مش عشان الخصوصية وإنما خايف يروح يعمل التحليل ويطلع إيجابي وبعدين يتورط، هيحتاج بقى مسائل ترحيل ومش ترحيل وكده، أو بيخاف من هذه الأمور. فبالتالي هذا التحليل بيكون محل مناسب جدا جدا ليهم. طيب، ودقته هي دقة أي تحليل. ولحسن الحظ تحاليل الإيدز هي من أدق التحاليل في مجال الطب جميعا، يعني كل التحاليل تلاقي الحساسية بتاعتها مثلا 95 92، لا تحاليل الإيدز كلها الحساسية بتاعتها 99.9%، وتحاليل الإيدز جميعا إذا طلعت سلبي أصبحت مؤكدة ولا تحتاج إلى إعادة، طبعا على بشرط إنها تكون اتعملت في الوقت الصحيح اللي هو بعد فترة النافذة. أما إذا كان التحليل لا قدر الله إيجابي فلازم وقاعدة إن يتعمل التحليل التأكيدي الويسترن بلوت. التحليل اللي هكلمكم عنه النهاردة بيتعمل من شكة من الصباع، شك على الدم، يعني شكة صباع كده، عامل زي إيه؟ زي تحليل السكر، شكة صباع، وتاخد النقطة تحطها على شريحة كده اسمها ديفايس، وتصبر عليها حوالي 5-6 دقايق وتقراها خلال 10 دقايق تقولك إذا كان أنت إيجابي ولا سلبي. عشان تشتري، لأن ناس كتيرة بتسألني ما بيلاقوهوش في الصيدليات أو في أي متجر، لكن في الغالب بيتباع أونلاين. فخلينا نشوف التحليل إن شاء الله. إزاي بنعمل تحليل الإيدز في البيت؟ بنشتري الكيت من الصيدلية أو من المكان اللي بيبيعه، وطبعا بنخرج المحتويات، بتبقى موجودة كده في إيه، في غلافة فويل عشان الرطوبة وما إلى ذلك، وجوه الغلافة ديت في بعض الحاجات اللي هنستخدمها، اللي هي إيه بقى، الأبسوربنت بتاع الرطوبة، وده البامفلت بتاع طريقة استخدام، ودي الشكاكة الإبرة، ودي الستريب أو الجهاز اللي بنحط فيه نقطة الدم وبنشوف عليه النتيجة. نفتح مسحة الكحول، نفتح وننظف طبعا، نمسح الصباع اللي هنشك وناخد منه عينة الدم. الإبرة ما بتوجعش، دي إبرة فنضغطها لجوه عشان الإبرة بتبقى بارزة، فلو نضغطها لجوه عشان تخش مكانها، وبعدين نشيل الغطاء الخارجي البلاستيك كده، الإبرة جوه ومش باينة، سن الإبرة جوه ومش باينة. نلامس الجهاز ده، الشكاكة وفي زنبرك كده، أو اضغط، بس اضغط مرة واحدة بحيث تطلع لك نقطة دم كده حجمها مناسب. لا، هي احنا محتاجين بس نقطة أو نقطتين، هنا النقطة صغيرة شوية، فيمكن نحتاج ايه نقطة كمان بحيث نحطها في المكان المخصص للدم. هم في أول مكان دائري كده بنحط فيه ايه نقطة الدم. بعد ما نحط نقطة الدم بنحط المحلول، نقطتين من المحلول اللي موجود، نقطة اتنين عشان يتفاعل مع نقطة الدم ويسحبها في الشريط اللي هو محضر وعليه علامات بتبين إذا كانت النتيجة سلبي ولا إيجابي. بنسيبه بقى كده بتاعت 5-10 دقايق، مش بعد الخمس دقايق أو العشر دقايق هنلاقي نقدر نقرأ النتيجة. أول حاجة عندنا عينة الدم زي ما نشوف كده على الشمال، بعد عينة الدم في فتحة مستطيلة، الفتحة المستطيلة ديت فيها مكانين، مكان للاختبار، مكان اللي بتبان فيه الاختبار إذا كان إيجابي، ومكان للكنترول، يعني الكنترول لازم يظهر، الكنترول ده لازم يظهر كدليل إن الإيه؟ إن الكيت سليم وصالح. الجزء الأولاني خاص بالإيه؟ الجزء الأولاني خاص بنتيجة الاختبار، الجزء الأخير زي ما إحنا هنا شايفين في الرسم تيست وكنترول. لو خط واحد يبقى النتيجة سلبي اللي هو في مكان الكنترول، لو خطين في الكنترول وتيست يبقى إيجابي بعد الشر.
تلات نقط مهمين لازم تعرفهم. الأولى إن لازم يظهر الكنترول، التانية إنك لازم تحط النقط مظبوطة، التالتة إن القراية لازم تتاخد خلال 10 دقايق. لو نسيتها لمدة 15 دقيقة 20 دقيقة وظهر الخط التاني ده، لأ غلط، ما تبقاش بوزيتيف، لازم تقراها خلال 10 دقايق الأولانيين. التحليل سهل ونتيجته مؤكدة، لو عملته بعد شهر 30 يوم نتيجته تبقى 95% مؤكدة، ولازم تعيده بعد 3 أشهر. إذا النتيجة طلعت سلبي خلاص مؤكدة، إذا طلعت إيجابي طبعا لازم تعمل لها تحليل تأكيدي اسمه ويسترن بلوت. ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.